مظبوط؟ بالظبط. طيب لماذا تفسيرك ايه الهجوم الشرس عليكي في المواقع وعلى السوشيال ميديا وقنوات الاخوان؟ والله حضرتك ده هما يسألوا علي، انا عملت واجبي، انا قمت بعملي كاعلامية بوصل رسالة لكل ام وكل اب ياخد باله من اولاده، وبوصل رسالة للاولاد دي اللي محتاجة توعية، محتاجة شغل جامد عليهم. الولاد مبقوش عارفين مصلحة نفسهم، الولاد دايما بيبقوا ضحية. تمام، بس انا مدام سلوى انا حسيت ان الولد بيتكلم بمنطق وحضرتك ماشي عكس منطقه، يعني بتحاولي تفرضي عليه منطق اخر بينما هو متسق مع حالته. يعني هو جمله لما يقول لك انت هو ال 150 جنيه دول في ناس بتعدي بمليون، في عربيات بتعدي بسلام عليكم، ما استوقفكيش هذا الكلام؟ استوقفني هذا الكلام، بس انا كان يهمني هو قبل الحاجات اللي حواليه. حضرتك هو بيقول لي ما فيش حد تاني، انا اللي وجع قلبي الكبش اللي في ايده، هو مش داري هو موجود في ايه، هو مش داري هو الموقف ده يعني ممكن يربي جوه نفسيته ايه. انا زعلانه وفي نفس الوقت طب بتلوميه هو ليه؟ ما لومتيش ليه الفاسدين الكبار المهربين العظام المسؤولين عن عدم تشغيله، المسؤولين عن عدم تعليمه؟ يعني في جانب اخر مش موجود اعتقد كنت تمثليه. حضرتك في جهات المفروض كلها تتضافر، الام والاب والمؤسسات والدوله وكل حاجه. يا مدام سلوى ده بيقول لك انا بوكل ثلاث بنات وشاور لك على ناس وده بيكسب واخته وده بيكسب. انا لسه كان في مداخله حالا ويقال لما انا سالته ماما وبابا عارفين ان انت جاي بورسعيد؟ قال لي لا انا عارفين ان انا رايح اسكندريه. حالا من قيمه ساعه تقريبا حصلت مداخله في قناه فضائيه اخرى وقالوا قريب والد الطفل الاخير ده اللي بتاع سهاد محفوظ قال ايوه قال ان هو فعلا كان رايح يتفسح مع اصحابه في اسكندريه وهم عندهم اراضي و و و يعني قالوا مع بعض الاولاد ان احنا هنروح بورسعيد عشان نعدي حاجتين كده ولا حاجه في التهريب بيجيب فلوس كويسه في المره ب 150 جنيه نعمل كذا مره والكلام ده، الكلام ده يمكن طيب انا برضو انا قريت هذا الكلام، لكن برضو انا عايز امسك في حته ان هناك مهربين كبار لا يحاسبهم احد، بينما المهربين اللي هو الحديث يعني اللي هو الحديث الشهير اذا سرق كبارنا مش عارف قطع سابوهم واذا سرق صغارنا قطع ايديهم، يعني الصغار يتمسكوا، ده معنى كلام الولد ده ما استوقفكيش. هقول لحضرتك لا استوقفني وانا عارفه ان في كبار برضه بيتحاسبوا دلوقتي وحضرتك عارف في الوقت ده في كبار بيتحاسبوا. احنا معمود بينا حضرتك ان الاطفال ما جابوهمش على هذا وما يبقاش ده. طب موقف المحافظ ايه بعد ما قال انا ما اعرفش حاجه وما شفتش وانت قلتي هو عارف وانا بشتغل تحت اشرافه؟ طبعا انا منوط بيا. طب ازاي هو انكر ان هو يعرف حاجه عن الموضوع؟ لا ده حضرتك انا ما ردش على كلام لان مش انا اللي قلت الكلام ده. تمام. بتسالني حضرتك عن اللي يخصني فانا بقول لك اللي يخصني. تمام، بشكرك جدا استاذه سلوى حسين مسؤوله الاعلام في محافظه بورسعيد. انا